يعني من هنا يعني نتكلم يعني. ملف من الملفات المهمة جدا بمناسبة أجازة الصيف هنبدأ نشتغل عليها. أيوة. مسرح الأقاليم الحقيقة ده جميل لأن جدا إحنا جداً. عندنا موهوبين في الأقاليم كتير مسارح قوي. الأقاليم مسارح الأقاليم ممتاز. وإحنا عندنا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، والحقيقة يعني معالي الوزير رضا حجازي منفتح جدا على تعليم الفنون، وأنا اتفاجئت لما عرفت أن وزارة التربية والتعليم عندهم 2000 مسرح مدرسي. طبعا. وأنا حتى يعني كنت بتكلم معاه أن بعد الامتحانات الثانوية العامة ما تخلص، في إطار البروتوكول الموقع بين الثقافة والتربية والتعليم، فرق الأقاليم تعرض على المسارح بتاعة التربية والتعليم. المسارح المدرسية. أيوة المهم إنها تكون في حالة بالظبط. يعني جيدة في حالة يعني. جيدة هنشوف اللي يصلح. أنا مش محتاجة أكتر ياريت. من مسرح في كل محافظة، يعني ده يكفي كبداية. أيوة. بس أيوة يكون بداية جيدة. يكون في حاجة موجودة، حاجة نبدأ بيها يعني. لأن إحنا برضو عندنا مشكلة تراكمية من سنوات، إن أيوة. فترات طويلة جدا كان الاهتمام بالعاصمة واخد كل التركيز. أيوة. يعني احنا عندنا محافظات ما فيهاش دار سينما واحده، أيوة ما الحقيقة. فيهاش مسرح، أيوة. وقصر الثقافه لا يحتمل ان كل ده يتعمل فيه، لان يعني الهدف اللي معمول عشانه قصر الثقافه ده في الاخر توعيه ثقافيه وخدمه ثقافيه مجانيه، فلا يحتمل الرؤيه الاستثماريه في الفنون خالص. وكان مرتبط ايضا بفتره تاريخيه محدده طبعا في مصر، طبعا الدنيا اختلفت بالظبط تماما كده يعني. بالظبط. ولكن الناس اعتادت على ان قصر الثقافه ده هو المنفذ المجاني للثقافه والفنون، اولادهم يتعلموا فيه انشطه، يحضروا فيه حفله مجانيه، يشوفوا بس فيه. نرجو ان لا يكون المنفذ الوحيد. هو ليس الوحيد، ليس الوحيد. ليه؟ لان احنا دلوقتي تعليم الفنون دخل المدارس في العام الدراسي اللي احنا فيه في اطار البروتوكول بين التربيه والتعليم والثقافه، فبقى في تعليم. يعني في اليوم الدراسي في لا، جزء في مخصص، يوم في الاسبوع مخصص للانشطه الفنيه يعني التلامذة يروحوا المدرسه فقط عشان النشاط الفني. زي اليوم الرياضي اللي احنا كان عندنا زمان في المدارس التربيه والتعليم، يوم رياضي للفرق الرياضيه، كل واحد بيحب رياضه بيدخل يعني فيها. يعني ده حاصل حاليا، ده حصل في بعض والاهالي المدارس. مستجيبين انه مثلا الطفل ده نزل الصبح راح المدرسه احنا عشان يلعب مزيكا. نشاط هو جميل، بس انا نشاط. بتكلم على رد فعل الناس. ما انا اقول لحضرتك حاجه، هو اللي يهم الاهالي ان ابنهم في المدرسه، فطالما ده نظام المدرسه هما مش هيعترضوا على نظام المدرسه. يا ريت ده يحصل دي يعني. حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا حضرنا حفله في منطقه جنوب القاهره التعليميه، الحقيقه انا ومعالي وزير التربيه والتعليم، وكان مجموعه من طلاب مدارس مختاره وقدموا عرض كبدايه. يعني دي كانت بدايه النتائج بتاعه الفصل الدراسي الاول، ومفروض ان احنا في الاجازه الصيفيه هنبدا نعد مسرحيه من الادارات التعليميه المختلفه، وهتكون تحت اشراف الفنانين المتخصصين في المسرح من وزارة الثقافة.